السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ الثالثة إعدادي، مرحبا بكم على قناة تعلم ذاتيا. في هذا الفيديو إن شاء الله غنديرو تتمة ديال تصحيح التمارين المتعلقة بدرس الإحصاء التمرين الثاني. سبق لي نادرنا بالفيديو اللي مر التمرين الأول، الآن غنديرو التمرين الثاني. عند فحص طبي لمجموعة من الأشخاص البالغين سجلت عدد ضربات القلب بالدقيقة لكل واحد منهم، وكانت النتائج على الشكل التالي كما هو مبين في الجدول. الحصيص: عدد الأشخاص 6، ضربات القلب ما بين 58 و 63، 9 أشخاص ما بين ما بين 63 و 68. بالنسبة لضربات القلب ل 10 أشخاص ما بين 68 و 73، ولي 11 شخصا ما بين 73 و 78، 12 شخصا ضربات القلب ما بين 78 و 83، ولي 8 أشخاص ما بين 83 ضربة إلى 88، وبالنسبة لأربعة أشخاص ما بين 88 و 93. إذن المطلوب منا حنا هو حدد منوال هذه المتسلسلة، ثانيا حدد الصنف الذي يحتوي على القيمة الوسطية، ثالثا حدد عدد متوسط لضربات القلب بالدقيقة. وقبل ما تبدأ في إنجاز هذا التمرين رجعوا للفيديو اللي سبق باش ترجعوا الدرس مزيان وباش يسهل لكم الإنجاز ديال هذا التمرين. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. بسم الله. تمرين ثاني. الحصيص، هذا الجدول، الحصيص 6 ضربات القلب ما بين 58 و 63، بالنسبة لتسعة أشخاص ضربات القلب ما بين 63 و 68، بالنسبة لعشرة أشخاص ضربات القلب ما بين 68 و 73، وبالنسبة ل 11 شخصا ضربات القلب ما بين 73 و 78، بالنسبة ل 12 شخص ضربات القلب ما بين 78 و 83، وبالنسبة لثمانية أشخاص ضربات القلب ما بين 83 و 88، وبالنسبة لأربعة أشخاص ضربات القلب ما بين 88 و 93. إذن الآن غنديرو جدول الحصيصات والحصيصات المتراكمة. الآن خصنا نلقاو الصنف، نلقاو ميزة الصنف 58 و 63. عرفو بأن جدول الحصيصات كنديرو الميزة، الميزة وكاين الحصيص والحصيص المتراكم، حصيص متراكم. عندنا الميزة 58 و 63، بالنسبة للصنف 58 و 63 نلقاو الميزة ديالو. نديرو 58 زائد 63 هي 94 مقسمة على 2، كنقسمو على جوج. 94 مقسمة على 2 شحال فيها؟ 9 فيها 4 63، عفوا ماشي 68، ماشي 58 زائد 63 11 هي 121 قسم على 2 فيها 6 0 60.5، كاين 60.5 الميزة. بالنسبة للصنف 68، 68 و 63، 68 زائد 63 11 هي 131 مقسمة على 2 فيها 6 5 65.5 65.5. بالنسبة للصنف 68 و 73، 68 73 11 14 مقسمة على 2 7
70.5 70.5 70.5 فوالا. من 70.5 بالنسبة للصنف 3 1 2 3 للصنف الرابع 78 زائد 73 11 هي 151 مقسمة من على 2 7 75.5 75. بالنسبة للصنف الموالي، الصنف الموالي هو 78 زائد 83 78 زائد 83 مقسم على 2 فيها 80.5 80.5 مزيان. خلينا صنف آخر، بقينا صنفين، الصنف عفوا 88 زائد 83 هي 171 171 مقسمة على 2 8 5 85.5 85.5 ماذا صنف آخر؟ ثلاثة وتسعين 88 هي 181 مقسم على 2 90.5 90.5. إذن هنا لقينا الميزة ديال الأصناف السبعة، لأن غادي نحتاجو 90.5. هنا ميزة، هذه الميزة ديالنا، الميزة ومازال لدينا الحصيص. من بعد حصيص متراكم، حصيص متراكم، ماشي ماشي. قلنا الميزة الأولى عندها 6 9 10 11 12 8 4. بالنسبة للحاسيس المتراكم كنحطو 6 هنا، 6 زائد 9 15 15 زائد 10 25 25 زائد 11 36 36 زائد 12 48 48 زائد 8 56 56 زائد 4 هي 60. إذن عدد الأشخاص الذين أجريت لهم هذه العملية هما 60 شخص، الحصيل الإجمالي 60 شخص. حنا المطلوب منا هو المنوال، قلنا في الدرس بأن المنوال هي الميزة التي لها أكبر حصيص. في عندنا الحصيص هنا، هذا هو الحصيص 6 9 10 11 12 8 و 4. إذا أكبر قيمة هنا هي 12، 12 هي الميزة 80.5. الميزة 80.5 هي ايش؟ هي الصنف 78 83. إذا الصنف 78 83 الصنف 78 83
183 هو المنوال، أو هي الميزة، هو الميزة الذي والميزة التي لها أكبر حاسيس، هذا هو المنوال، هذا هو السن. السؤال الموالي ثانيا، حدد السيف الذي يحتوي على القيمة الوسطية. قلنا القيمة الوسطية اش كنديرو؟ القيمة الوسطية هي ان، ان كم تساوي؟ ان تساوي الحصيص الإجمالي 60 مقسم على 2 هما 30. يعني غنشوفو الميزة أو الصنف الذي له الحصيص الإجمالي ديالو يساوي 30 أو أكثر. في كاين هاد الصنف، كاين 6 الحصيص المتراكم، 6 15 25 36. إذا كاين هنا الميزة عند 36، عند 30 وما فوق. إذا هنا هي الميزة 73 78. القيمة الوسطية هي الصنف 78 تي 73 التي حصيصها الإجمالي أو التي حصيصها المتراكم يساوي 30 فما فوق. هذه هي القيمة الوسطية، هي هذا الصنف، هذا الصنف. السؤال الأخير، حديد العدد المتوسط لضربات القلب بالدقيقة. العدد المتوسط لضربات القلب بالدقيقة. سؤال ثالث، هو المعدل الحسابي. المعدل الحسابي هو المعدل الحسابي هو العدد المتوسط لضربات القلب. العدد المتوسط لضربات القلب أو المعدل الحسابي بالدقيقة، بالدقيقة عفوا، بالدقيقة. كنديرو إم تساوي، كنشدو الحاسيس كنضربو في الميزة، كنديرو 60.5 مضروبة في 6 زائد 65.5، 65.5 ضرب 9 زائد 70.5 ضرب 10 زائد 75.5 ضرب 11 زائد 80.5 ضرب 12 زائد 85.5 ضرب 8 زائد 90.5 ضرب 4 الكل مقسم على ماذا؟ على الحصيص الإجمالي 60. كنلقاو معدل ضربات القلب أو نلقاو المعدل الحسابي. دابا ما بقى لنا إلا نخرجو. إذن صبر هنا صغيرة، غادي نعاود نخرج هنا. أنا قلنا بأن 60 مضروبة بخمسة، 6 × 5 = 30، 36 هذا صفر. إم تساوي زائد 9 × 65، 65.5، 5 × 9 = 45 كيبقاو 4، 45 × 4 = 49 كيبقاو 4، 54 = 58 زائد 70 × 5 = 10 هي 705 زائد 75.5 × 11 خمسة عشرة 13 هي 830.5، 830.5.
زائد 80.5 مضروبة في 12، 80.5 مضروبة في 12، 10 8 5 0 8 10 16 عفوا 16 هنا 0 6 6 9 966 زائد 966 85 في 8 85.8 5 في 8 40 40 44 64 68 إذن هي 684 684 زائد 90 مضروبة في 4 20 36 هي 362 الكل مقسم على 60 إذا غنجمعوا هذا الحساب ونقسموا الكل على 60 يصبح لدينا 363 زائد 589.5 زائد 705 زائد 830.5 زائد 966 684 362 362 مجموع 5 و5 10 كيبقى 1 9 10 15 20 30 أو 3 3 تسعود 15 23 26 32 40 أو 4 10 15 22 30 39 45 45 إذن تساوي إم كتساوي إم تساوي 450 مقسمة على 60 اخت هاد الغشيمة كتساوي مقسمة على 6 مقسمة على 6 فيها 6 ب 7 42 ها 7 2 كيبقى 3 75 إذن 75 معدل ضربات هو 75 ضربة في الدقيقة أنا باتمو باغ مينيت 75 ضربة في الدقيقة إذن نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا التمرين وراجعوه عدة مرات باش تفهموه وتستطيعوا تخرجوا التمارين على هذا الشكل وإلى الفيديو القادم إن شاء الله وما تبخلوش علينا باللايك ديالكم السلام عليكم ورحمة الله